لمستك حان دورك. لا بل حان دورك حان. يا أولاد يا أولاد تعالوا للتعرف إلى الفارس الأزرق. هذا المحارب سيكون الغرض الرئيسي في مهرجان القرون الوسطى والذي سيقام اليوم. ومن هذا الفارس الأزرق؟ فعلاً ألا تعرفون من هو؟ لا. حسناً تجمعوا هنا لأخبركم بكامل القصة. حسناً اجلسوا اجلسوا جميعاً. رامي العمدة على وشك إخبارنا بقصة، لما لا تأتي وتجلس معنا؟ أجل أجل قلت قصة؟ أجل لست مهتما بالقصص. إنها تضجرني. ماذا؟ إنما ليس هذه القصة. كان يا مكان في قديم الزمان. لما تتكلم بهذه الطريقة؟ لأن على قصص القرون الوسطى أن تقرأ دائما بلكنة غريبة. في قديم الزمان كان يعيش هنا فارس أزرق. فارس أزرق؟ كان دائما يسرع لمساعدة السكان. مثل سبورتاكس كان يعيش في مركبة فضائية. لا لا بل عاش في قصر. كان أقوى فارس في العالم ولم يتمكن أحد من هزمه. حتى في أحد الأيام كان الفارس الأزرق يسير عبر الغابة عندما ركب الفارس الشرير تنينة. تنين؟ وتحدى الفارس الأزرق. هذا مخيف. وسمع صليل السيوف في كافة أنحاء ليزي تاون. روبي روبي قلت أنك لا تحب القصص. لا لست كذلك. كنت فقط كنت أبحث عن هذه الورقة. الطقس حار جدا هنا. نعم القصة. وفجأة توقف صليل السيوف. وعندما زار سكان ليزيتون القصر في صباح اليوم التالي كان كلا الفارسين قد اختفى. اختفيا يا للهول. لكن سيف الفارس البنفسجي كان عالقا في صخرة على مدخل القصر، وسيف الفارس الأزرق كان عالقا في صخرة على القصر. وتقول الأسطورة إنه إذا أخرجنا سيف الفارس البنفسجي فسيعود هذا الفارس وتنينه الشرير لأخذه منه. ولكن ماذا عن السيف الأزرق؟ أجل وحده الشخص الذي يثق بنفسه تماما بإمكانه إخراجه. واو قصة رائعة يا عمي. أجل إنها فعلا مذهلة. صحيح. ولتكريم القرون الوسطى أحضرت للجميع أزياء من تلك الحقبة. ماذا؟ إنها هناك في الصندوق. هل نستطيع أن نفتحها؟ طبعا وارتدوا الملابس. شكرا عمي. سبارتاكوس تسعدني رؤيتك. ما هذا؟ هذه بدلة الفارس الأزرق، أحتاج إلى شخص ليرتديها وأملت أن تكون أنت. أنا؟ وماذا تريدني أن أفعل؟ حسناً كل ما عليك فعله هو الوقوف أمام القصر والتلويح إلى الأطفال. هكذا؟ ممتاز. أجل إذا كان من أجل الأطفال فسأقوم بها. أنا لست فارساً. أنا الآن أمير. ستينجي دائماً تلعب هذا الدور. أنت محقة. سأكون إذن الملك. الحقوا بملككم ستينجي إلى القصر. هيا هيا إلى القصر. هيا مدريد. ثقيل جدا. انتظروا. هيا يا رفاق اسرعوا. انتظروني.
لنرى. الفارس الأزرق. لو بنيت تنينا وتنكرت بزي الفارس البنفسجي وخبأت كل الفواكه والخضار في التنين، عندها لن يبقى لهؤلاء الصغار أي طاقة على الإطلاق، وهكذا سيرحلون عن البلدة للأبد تماما كالفارس الأزرق في القصة. حان وقت بناء التنين. واو، هذا سيف الفارس الأزرق. هذا سيف الفارس البنفسجي عالق في الصخرة. ابتعدوا عن طريقي، ابتعدوا عن طريقي. ماذا؟ تراجعوا أيها الفلاحون. ماذا؟ يأمر الملك ستينجي بعدم عبور أراضيه أبدا لرؤية السيف إلا إذا دفعتم لي ذهبا. هجوم! البوابة مقفلة ولا يمكنني تسلقها. ربما هذا مخرج. ها هم الباقون. سأضع ذراعي أرضا. حسنا. ها أنا ذا. يا رفاق يا رفاق. لن أصبح فارساً أبداً. حسناً، والآن سبورتاكوس أرني طريقة تلويحك. حسناً. البدلة قاسية جداً. لا يمكنني التحرك داخلها. إنها صدئة قليلاً، لهذا أحضرت زيت تشحيم. لا تتحرك. قد أضع القليل. أجل، قد يفيد. هكذا أفضل. حاول القيام ببعض الحركات. تحرك، تشقلب. أتحرك وأتشقلب. حسناً، سأحاول. لا أرى شيئاً. يا للهول. أعتقد أن علي التدرب قليلاً. سأقفز فوق الجدار. ما هذه الضجة؟ حسناً، سيرتدي سبورتاكوس بدلة الفارس لمهرجان القرون الوسطى اليوم. أجل، مرحباً بأسي. هل يقام المهرجان اليوم؟ أغني دوماً في المهرجان. حقاً؟ أجل ميلفورد، تفضل، أنت ستقوم بالغسيل. علي التدرب على غنائي. سبورتاكوس، علي أن أرحل. نعم أيها العمدة، سأتابع التمارين. أجل، افعل. أجل، لقد نجحت. حان وقت التنكر. حان وقت الطيران. ابتعدوا، لن يخترق أحد جدران هذا القصر، فهي هنا لخدمة شخص واحد فقط، الملك ستينجي. في الزمان عاش ملك أراد كل شيء يمتلك. كل شيء لي. اعتبر الناس أنه طماع وكان يجيب. أنا فقير محتاج. سار أمير المملكة معه تفاحة ذهبية. مساعدته ذكية. مساعدة؟ أنا فارسة. كل اليوم نحن نمرح. لا نحزن، يوما نفرح. استمتعوا بالحياة. أمسكت به. استسلمي. هيا على الفور. هيا. أمير العبور رد الملك.
آسف، ممنوع المرور. طلبت الأميرة أن يبقى. وأخيراً قال الملك أرضى. قال الأمير للملك تفضل هذه التفاحة الذهبية. وامتلأت المملكة بالفرحة وعاش الجميع بسعادة. كل اليوم نحن نمرة لا نحزن دوما نفرح. هيا يا رفاق فلنتحرك. أمام أمام، تحت تحت، أشبكوا ذراعيكم وعلى الخصر. مجددا، أمام أمام، تحت تحت، أشبكوا ذراعيكم الخصر. أسرع، أمام تحت، أشبكوا الخصر. رائع، فهمتم. كل اليوم نحن نمرح. مرحبا زيجي، لما لست تلعب مع الباقين؟ لا أريد ذلك، أعني لا تفعل ذلك، فقد نظفتها الآنسة بيزي بادي. هي مهمة الفرسان أيها العمدة. الفرسان؟ في الواقع الفرسان شجعان وأقوياء، كما أنهم يساعدون غيرهم دوما. الآنسة بزبادي، وأنا لم أنتهي بعد من الغسيل. علي الرحيل زيجي، إلى اللقاء. سيد العمدة، الفرسان يساعدون غيرهم من الناس. يمكنني مساعدة العمدة في الغسيل، هكذا أكون فارس المساعد. رائع، مرة أخرى بعد. يمكنني مساعدته بالغسيل. حسناً، إذن الحبل عال جداً. ماذا حصل؟ من أطفال الآن؟ يمكنني فعل هذا. أحدهم في مشكلة. هل أنت بخير؟ الفارس الأزرق رائع. أجل، سمعت عنك قصة صباح هذا اليوم، وأنت الآن تنقذني في ليزي تاون. حسناً، أنا فعلاً فارس. أيمكنني أن أسألك سؤالاً؟ بالطبع تستطيع. هل تعتقد أن بإمكاني أن أصبح فارساً؟ لم أقدر حتى على نشر الغسيل صباحاً. هذا ليس صحيحاً. انظر، أنا فعلت ذلك؟ نعم. إذن هل يمكنني أن أصبح فارساً؟ أجثو على ركبتك. نعم. هل أنت جاهز؟ يمكنك. يمكنني. وستفعل. إذا وثقت بنفسي. إذا وثقت بنفسي أمنحك لقب السير زيجي. مصاصة السكر؟ طبعاً. رائع. زيجي مصاصة السكر. رائع، لقد أصبحت فارساً. دعني أساعدك. إنه طويل جداً. صحيح، لنربطه هكذا. هكذا. تذكر دائماً، الفارس الحقيقي يثق دائماً بنفسه، ويمكنك ذلك، وستفعل إذا وثقت بنفسك. يمكنني، وسأفعل إذا وثقت بنفسي. هذا مطلوب. لقد أصبحت فارساً. صوتي على الآخرين على ذلك. سأخبرهم بأنني أصبحت فارساً. ليس مجدداً. إنها قاسية، ربما أحتاج إلى حل الرياضة. لا، امتلأ المكان. من الأفضل لي إخفاء التنين، لكن أين؟ لقد وجدتها، سوف أقوم بإخفاء التنين قرب القصر. أيها الملك، أليس هذا كنزاً مليئاً بقطع نقدية ذهبية؟
قصري. رائع. أحسنت تريكسي. أطالب بأن يكون هذا القصر لي. القصر على القصر. هذا مجرد علم وهو لي. أها، والآن سأطالب بهذا السيف. لا أستطيع، لا أستطيع. تريكسي انزل الآن. أجل. سأعبرك أيها الجدار الضخم. كانت البوابة مفتوحة. السايزي مصاصة السكان. ماذا حدث للخضار والفاكهة؟ لقد اختفت كلها. يا له من سيف غبي. لم تستطيع إخراجه صحيح؟ لا أستطيع إخراج هذا. لا تريكسي، ألا تذكرين القصة؟ سيعود الفارس البنفسجي مع التنين. هل تصدقان فعلا هذه الأسطورة؟ بلى، هذه مجرد خرافة. نزعت تريكسي سيف الفارس البنفسجي من الصخرة وها قد أتى التنين. أحدهم في مشكلة مجددا. حسنا، علينا أن نعيد هذا السيف إلى الصخرة الآن. لا تقلقوا، أمامنا بعض الوقت، لم يصل الفارس البنفسجي بعد إلى هنا. صحيح. انسوا ما قول. ماذا تقصد؟ إنه هنا. أعتقد أن هذا السيف لي أنا. هل أنت ذاهب إلى مكان ما؟ ما أصبتك؟ لا لن تفعل. أين أنت؟ هنا تماما. استخدم درعي. أوه لا زيجي، إنه ثقيل جدا. شكرا لك. لقد نجح. ماذا سنفعل؟ علينا إحضار سيف الفارس الأزرق. أجل. يا رفاق، عندي فكرة. ماذا هي؟ يمكننا استخدام الحبل لربط التنين. فكرة جيدة. عندها يدخل أحدنا القصر. أجل. هيا بنا. علينا إحضار السيف من القصر. أين زيجي؟ عرفت أنه ليس فارسا. لقد نجح. زيجي، إليك حلوى الرياضة. يمكنك وستفعل إذا وثقت بنفسك. يمكنني وسأفعل وأثق بنفسي. لقد اقترب منك بسيفه. أو لا. أحتاج إلى حلوى الرياضة. شكرا. ارحل عن البلدة أيها الأحمق الغبي المزعج. يمكنني، سأفعل، أثق بنفسي. ها. 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 ها.
إذا هناك كانت الخضار والفاكهة. حسناً. توقف يا سيدي وأطلعني على هويتك. أسرع الآن. لا 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 حسناً. رامي لنعد السيف إلى مكانه. ولا تسحبه مجدداً. يا لهذا اليوم، ساعدنا الفارس الأزرق على محاربة الشرير. هذا صحيح. واتضح أن زيجي فارس حقيقي. السير زيجي مصاصة السكر. مصاصة السكر. بينج بانج ديجي ديجي دانج، كلمة غريبة أغنيها. بينج بانج ديجي ديجي دانج، كلمة أجهل معانيها. ولا نلتقي بتنين. لوني نرقص كلنا، حركة تفيد جسمنا. إلى عالم ونطق نستدير بعدها نصفق. أحتاج إلى عطلة بالفعل. شكراً أيها الفارس الأزرق. أهلاً بك سور مصاصة السكر. نتسلى. شكراً لك. هذا رائع.